أخبار اليوم. أنا بتمنى أشوف كل المبادرات اللي توقع عليها من الناس. المبادرات دي لها دلالة من ناحية سياسية، ولها دلالة اقتصادية، ولها دلالة أمنية أيضا. إنما نتحدث عن جسم جديد لعبور رأس المال وعبور البضائع وعبور التجارة البينية. هو مثلا طيب، يمكن المشروع ده اتكلمنا عليه من 20 سنة، لكن النهارده بكره ان شاء الله هيكون بره تلمسه، وهيكون قوه دفع حقيقيه لموقف تاريخي لجلاله الملك. لما بنتكلم عن نهضه علميه حديثه في جامعه الدكتور، ده بنتكلم عن علوم المستقبل، ودي رساله حضاريه جديده. لما بنتكلم عن استثمار في سيناء لتجفيف منابع الارهاب، هو فكر جديد متطور يدعو كل مستثمر عربي أن يفكر هذا الفكر. سادة زملاء، بين الإنتاج وبين التجارة البينية ومن أصل الاستثمار كان هذا اللقاء، وأرجو أن تثمر هذه الزيارة التاريخية بمزيد من المشروعات العملاقة الكبيرة من المستثمرين العرب، وأن يكون بداية حقيقية جادة لاستثمار إمكانياتنا اللي موجودة الكامنة التي تريد أن نروجها ونسوقها لتكون قوة دفع حقيقية للاقتصاد العربي. أنا سعدت بكم، وأتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أن نلتقي ونحتفل جميعا بهذه المبادرات وهذه المشروعات. والسلام عليكم ورحمة الله. التجارة والصناعة يشوف